الصلاة والسلام على رسولنا الكريم. معكم أستاذة بهيلي الفضيلة، أستاذة مساعدة بجامعة المسيرة. وتكتب في القصة القصيرة، أول مجموعة قصصية كانت على هامش صفحة سنة 2017، ثم تلتها مجموعة أخرى بعنوان وعادت بخفي حنين، ثم انتقلت إلى عالم الرواية القصيرة، رواية ما لم تحكي شهرزاد القبيلة، والتي كانت يعني تجربة للخروج من نمط القصة القصيرة أو تجربة في النفس الطويل صح القول. ثم بعد ذلك كتبت المادة 64، وأعتقد أنها من أهم ما كتبت يعني في مشواري، المادة 64، وهي مادة عن قانون الأسرة الجزائري تختص بالحضانة. بعدها فيه يعني دراسات في جمالية التعدد اللغوي في الخطاب السردي لدى السائح الحبيب، وفيه أيضا كتاب حول جمعت فيه المقالات المنثورة هنا وهناك أسميته قراءات، وفيه أيضا مجموعة قصصية وهي خليط بين الفن التشكيلي والقصة. يعني قمت بكتابة قصة لكل لوحة تشكيلية، أسميت الكتاب لوحة من إبداعك ولا؟ لا، ليس من إبداعي، إبداع فنانة تشكيلية. كان واحدة فنانة تشكيلية فتحية. الله يبارك. يعني كل لوحة بقصة. الله يبارك. عنوانه وشوشات الأنا من حديث الروح. هي واليوم إن شاء الله شرح تقدمينا؟ اليوم إن شاء الله في قراءة للأستاذين يعني صالح والأستاذ عبد الحميد حول القصة القصيرة. اخترت يعني عنوان مداخلتي بجمالية التكثيف في القصة القصيرة، وأتمنى أن أوفق إن شاء الله. أمور ما شجعني يعني على كتابة الرواية هو أنني كتبت قصة طويلة جدا في مجموعة القصصية الأولى، والزملاء يعني نصحوني بتجربة كتابة رواية، لأنه في القصة كانت يعني تحتمل أن تكون يعني شبيهة بكان إذا زادت قليلا، يعني قمت بتوسعتها يعني صح القصة كانت تتحول إلى رواية. فجربت فن الرواية، ربما الموضوع الذي تحدثت عنه كان يحتاج إلى أن أوسع لا أكثف، خصوصا ما كان يتعلق يعني عنوانها ما تحكي شهرزاد القبيلة، أن تحكي عن التراث، أن تحكي عن عادات وتقاليد منطقة برأيي لا يكفيها أن تكتب أو تلخص أو تكثف في قصة. فلهذا كانت تجربتي ما لم تحكي شهرزاد القبيلة بمثابة يعني محاولة تجريب شيء جديد في الفنون بالنسبة لي، لكنني عدت مرة أخرى إلى القصة القصيرة وكتبت قصة صديقتي. هل القصة القصيرة هذه قصيرة جدا كما تسمى ولا نسموها مثلا ذات المشهد الوحيد، ولا هل هي التكنولوجيا الجديدة والتيك توك وهم اللي جعلوا هذا الشيء ولا؟ أصبح لدينا قارئ مستعجل. الآن ما عاد يستطيع الجلوس لساعات طوال وهو يقلب رواية، اللهم إلا إذا كان يعني شدته لغة الكاتب أو شدته أحداث النص في حد ذاته، وإلا فإننا نلاحظ أن الجميع يركض وراء القصة القصيرة، خصوصا القصة القصيرة جدا. دعني يعني أصحح كلمة يركض، لأن الركض فيه شيء من تقليل من الجمالية، إنما يتجهون نحو قراءة القصة القصيرة، قصة يعني حتى قصيرة جدا وأصبحت قصة ومضى وغيرها. سما كانت ضرورية أم أنها نتاج يعني؟ هي يعني كل الفنون تتطور، كل فن له ميزاته، كل عصر لديه خصائص. فأنا أرى أن تطور القصة القصيرة تطور طبيعي جدا، يعني خصوصا مع وسائل التواصل، مع سرعة الزمن والسرعة التي نعيشها، يعني قد لا يجد القارئ أو قد يحبذ أن يستمتع بنص قصصي قصير بدلا من أن يجلس لساعات طوال في أمام رواية. بارك الله فيك.